تعلمت من جرحي هو عنوان العمل الجديد اللي عاد فيه الفنان اللبناني شادي إرقماز بعد غياب عن الساحة الفنية. واحتفالا بهالعمل وهالعودة، شادي حب يجمع أصدقائه صناع الأغنية وأهل الصحافة والأعلام باحتفالية خاصة بكركة الحج بأنطلياس. أما كاميرا أغاني والزميل ألان صالح فكانوا واكبوا أجواء هالليلة اللي التقوا فيها بإرقماز على هامش الحفل، وخبرن خلال عن كواليس هالعمل. تعلم من جرحي إنه الوجع ممنوع، تصرت عم بمحي لبي ينكتب بدموع. تعلمت ما صدق حكي ولا دوق عيوني البكي، مثل البطل بالمعركة موضوع عيني طلوع. الأغنية سمعتها عند وسيم بستاني، وكنت أنا بدي نقي أغنية كلاسيك شوي غير عن الأغاني تبعي، وطلعت قدامي أغنية تعلمت من جرحي. حبيت الموضوع لأنه كلماتها يعني بتتداول كل يوم بين العالم وبتدق بالعالم مباشرة، فمشان هيك نقيت هالأغنية. إلى جانب الأغنية اللي كتبها إميل فهد ولحنها وسيم بستاني، شادي حب يصورها أيضا على طريقة الفيديو كليب مع المخرج الشاب جان العلم. تعلمت إقوى كل ما اشتد الأسى، ماذا جاي الصبح من بعد المساء. تعلمت انسى ما بعمره بينسى، ما وضخ ولا اشتكي. صورت فيديو كليب مع مخرج جديد اسمه جان العلم، مخرج جديد من الجامعة، حبيت شجعه وصور معه الفيديو كليب. كانت الأجواء كثير منيحة والحمد لله طلعنا بنتيجة منيحة. هيدا رأي شادي بالكليب. أما صديقه الممثل ألان الزغبي فكان له رأي مغاير وصادم. شكرا لك أستاذ حمد الشاعر كمان على كلامك حلو، على الملحن كمان بحييه. بس أنا بالنسبة للأستاذ جان العلم عندي مأخذ عليه، أنه كان مفروض يكون شوي شدد وأكثر بهذا الموضوع. أنا بتأسف على كلامي اللي أنا قلته، بس أنه بفن أنا ما بقدر كذب، ما بقدر أقول أنه الكليب حلو، الكليب ما بيسوى للأسف. صوت بياخد العقل، غنية بتاخد العقل، كليب ما بيسوى، وهذا اللي حبيت أنا أحكيه. وبعتذر منك أستاذ شادي وبعتذر من كل الناس اللي موجودين إذا كنت شوي صريح أكثر من اللزوم أني قلت هيدا الكلام. شادي اللي برصيده عدد من الأغنيات المعروفة من بينهم كبروا، سمحتك وغيرهم، كان من البديهي نسأل عن سبب الغياب طيلة الفترة الماضية عن الساحة الفنية. مثل ما قلت للكل، كل سألوني هذا السؤال قبل شوي، هو لأنه لا تعرف تنقي الأغنية صح لما تنزل أغاني هابطة، مشان هيك أوقات تضطر أنك تغيب. بس كمان في قصة الإنتاج، أنا إنتاج خاص، ما عندي شركة إنتاج، أنا بنتج لوحدي والحمد لله منيح اللي قادرين نكفي. مع هالعمل الجديد اللي بدأ يحقق أصداء جيدة، إرقماز وعد محبينه بعودة فعلية رح تترجم بأعمال جديدة، غزارة بالإنتاج والعديد من الحفلات. Congratulations and celebrations.